والآن مشاهدينا الكرام ننتقل لمتابعة الجلسة الختامية لمؤتمر مصر تستطيع بالتعليم المنعقد بالغردقة. كان بالتأكيد له مدلول وليه أثر كبير جدا، والحقيقة أثر إيجابي جدا. فأنا سعيدة أنه أبناء الوطن في الخارج من الأساتذة والخبراء في مجال التعليم أثنوا وأكدوا أنه الدولة المصرية ماشية على الطريق الصحيح. الحقيقة يعني زي ما أنا قلت أنه كل هؤلاء العلماء مش بس استقطعوا من وقتهم، ولكن جم على نفقتهم الشخصية، ودي لازم إن أنا أحييهم على هذا. في منهم اللي كان موجود في مصر لظروف عائلية، إنما رجع تاني في غضون يومين عشان يشارك في هذا المؤتمر. وفي الحقيقة، ولسه عارفة من سيادة المحافظ، إن في ناس أجلت التذكرة أيضا علشان بكرة في محافظة البحر الأحمر يشوفوا التجربة الفريدة فيما يتعلق بالتوعية الغذائية والتعامل مع العملية الغذائية في المدارس. كلنا كنا منتظرين إنه المؤتمر يخلص عشان نعرف التوصيات، إنما من أول يوم كانت التوصيات الحقيقة بتوصل لي، والناس عايزة تشتغل من قبل لما نقعد كلنا ونحط مخرجات هذه الورش. فألاقي ناس عايزة تعمل عمليات جراحية وتيجي وعلى نفقتها الشخصية، وناس عايزة من الأطباء زي دكتور كريم أبو المجدي كان بيكلم النهاردة عايز يعمل أيضا تدريب للممرضات والتوعية العلاجية والوقاية. ما كل ده تعليم. ولاقي أيضا السيد النائب كريم درويش بيكلمني، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، والحقيقة وده برضو محور آخر لابد أن احنا نثني عليه، أنه السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية بيتعاونوا مع بعض لصالح الوطن. فلما يكلمني رئيس لجنة العلاقات الخارجية ويقول لي احنا عاوزين جلسة استماع للأساتذة والخبراء يكونوا عندنا في البرلمان عشان نقدر أن احنا نشتغل معهم أكثر، ده بيدل ان احنا فعلا هذه الإرادة الشعبية اللي انا بتكلم عليها هي فعلا إرادة صادقة. فبالتنسيق مع الأساتذة والعلماء، البرلمان المصري بيدعو حضراتكم انه تيجوا بناء على اقتراح من السيد النائب كريم درويش، انه جلسة استماع ما بين لجنة البحث التعليم والبحث العلمي وايضا لجنة العلاقات الخارجية، انه حضراتكم طبعا تيجوا تزوروا البرلمان هذا الصرح التاريخي، وايضا ان انتم تلتقوا بنوابنا في مجلس النواب. ده بالتاكيد هيدفع من المسيره وهيدفع من التقدم في كل الاطروحات اللي حضراتكم عملتوها. انا مش عايزه اتكلم كتير لان احنا عندنا تكريمات كثيره جدا، انما في البدايه وللمره الثانيه بشكر فريق عملي في وزاره الهجره، وبشكر كل الحقيقه الشركاء النجاح. احنا عندنا شركاء نجاح كتير جدا. إنما لابد إن أنا أذكر شركة أديتر الأستاذ محمد شردي، وبشكره على الحقيقة هو وكل فريق العمل من الأشرز، من الناس اللي نظمت الجرافيكس، من كل الناس اللي حطت إيديها في هذا المؤتمر. ومتهيألي إنه اختياركم لاسم أديتر لهذه الشركة المنظمة ده بالتأكيد حضراتكم يو أديت بالتغيرات اللي بتحصل، لان في حاجات احنا ما نقدرش ان احنا يعني تو بريدكت، نبقى احنا عارفين ايه اللي هيحصل. احنا مؤتمر وناس وسيتنج وجلوس وتحرك من قاعه لقاعه، ان شركه اديتر داي اديت بالتغيرات اللي بتحصل وبسرعه التحرك. انا بحيي شركه اديتر في شخص الاستاذ محمد شردي، وايضا بشكر الأستاذ باسل سامي سعد الأونر بتاع أوتيل شتايجن اللي بيستضيف مؤتمر مصر تستطيع للمرة الثانية. بشكره على يعني كرم الضيافة والاستضافة للعلماء وأيضا لكل الناس المشاركة. هذا الشعور النبيل حضرتك بتديه من واقع حبك لمصر، وبشكر كل عامل صغير وكبير في يعني هذا الفندق اللي أنا فخورة أنه عنده قاعة مؤتمرات الحقيقة تليق بمصر زي اللي احنا شايفينه النهاردة، وأيضا شركة فالكون. طبعا أكيد حضراتكم التأمين والخروج والدخول والمنظمين، شركة فالكون أيضا من الشركات
الشركات المشاركة على طول معنا في مؤتمرات مصر تستطيع. عايز أشكر دي أم سي القناة الإعلامية اللي بتشارك أو هي الراعية الرسمية لنقل فعاليات ورش العمل، الإضاءة، الصوت، الكاميرات، كل من هو وراء الكاميرات واقف بيصورنا وإحنا بنشتغل بالتأكيد له كل التحية والتقدير. إنما إحنا بنتكلم عن كل التعليم الفني والتعليم الصناعي والتعليم الزراعي والتعليم الصحي وذوي الاحتياجات الخاصة.